حلقة جديدة من برنامج النيل اليوم، معاكم رفعة عبد الناصر، وهنتكلم النهارده عن حاجة يمكن هي من أهم الحاجات اللي بقت موجودة في حياتنا وما نقدرش نستغنى عنها، وهي ليها فوائد كتير، بس طبعا زي ما ليها فوائد ليها أضرار ومخاطر. فهنتكلم النهارده عن أضرارها ومخاطرها، بس قبل أي حاجة أحب أرحب بزملائي معايا النهارده، ندى نبيل وإنجي محمد. أهلا بك يا ندى. أهلا بك يا رفعة. والموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده عن مخاطر الإنترنت. زي ما قلت ان الانترنت بقى مهم جدا في حياتنا وليه فوائد كتير جدا، بس طبعا زي ما ليه فوائد ليه اضرار ومخاطر، والاضرار والمخاطر دي الحقيقه بتيجي عن طريق برضو استعمال الناس ليها. في ناس بتعرف تستخدم الانترنت بطريقه صحيحه وفي ناس ما بتعرفش. ده زي ما قال الصحفي والروائي الامريكي ديفيد وينك: التكنولوجيا الحديثه ليست خيرا او شرا بحد ذاتها، انها بكيفيه استخدام الناس لها. واول حاجه معانا المخاطر الانترنت، هو ادى الى العزله الاجتماعيه. فزمان كان الاسر بتفضل قاعده مع بعض وبنفضل نحكي مع بعض، كل واحد عارف يعني الثاني حاجه، وبنحاول نحل المشاكل مع بعض. لكن دلوقتي بقى كل ده مش موجود، بقى كل واحد قاعد لوحده على النت، ما بيعملش اي حاجه غير ان هو قاعد على النت، ما يعرفش عن الثاني اصلا. طبعا دي حاجه مهمه ان احنا المفروض نتكلم فيها، اللي هي ان كل واحد فينا قاعد في مكان لوحده. انما ايام زمان كان في اخر الاسبوع كان الناس بيحددوا يوم معين في اخر الاسبوع مثلا، يقعدوا مع بعض فيه يتكلموا ويحلوا مشاكلهم، يضحكوا ويخرجوا يهزروا. دلوقتي كل واحد بقى قاعد في البيت ماسك موبايله، قاعد في الاوضه بتاعته، ما بيعملش اي حاجه خالص غير ان هو قاعد على التليفون. لو عنده مذاكره ما بيذاكرهاش، لو عنده مثلا لو الاذان بيأذن وهو قاعد مثلا ما بيقومش يصلي، حتى لو مامتي بتنده عليا وانا ماسكه موبايل، ده انا قاعده موبايل، لا أيوة مش هرد على حد، انا في دنيا تانية خالص ماليش علاقه بالناس تماما. فده طبعا دلوقتي بيأثر علينا كتير جدا، بيأثر على حياتنا وبيأثر على دراستنا، وخلينا في منطقه او في مكانه ان مكانه غير صحيحه، اللي هي ما ينفعش ان احنا نبقى في المكانه دي. لا، احنا لازم نرتقي بالمجتمع بتاعنا، لازم نطور المجتمع بتاعنا، لازم نبقى حاجه كويسه. وكمان احنا بنقضي وقت كبير قدام الانترنت، وده بيعتبر تضييع للوقت ومن غير ما نحس، وبيؤدي للادمان وبيشتت الذهن، وكمان بيخلينا ما نلتزمش بمواعيد شغلنا. انا واحده من الناس مقصره في مذاكرتي وحياتي بسبب اني مش بقوم من على النت خالص. وكمان ليه تاثيرات كتير على اعضاء الجسم وعلى الانتباه وعلى التركيز. وكمان الانترنت، وكمان عن طريق الانترنت بيتعرف الاطفال والشباب على اصدقاء السوء. صح يا ندى، عندك حق في الكلمه اللي انت، في النقطه اللي انت اتكلمتي فيها دي. الاطفال دلوقتي ممكن مثلا لو هو قاعد على النت او كده، ممكن يدخل على موقع غير لايق بيه في السن اللي هو فيه، فده بيأثر على تربيته، بيأثر على سلوكه، بيأثر على المجتمع اللي هو عايش فيه. ان هو مثلا ممكن يدخل على موقع يتفرج على حاجات مش كويسه، مشاهد عنف، مشاهد فيها دم، مشاهد فيها، فده بيأثر على الطفل نفسيا، ممكن يسبب له عزله، ممكن يسبب له توحد. فاحنا لازم نشوف نتكلم في الموضوع دي ونشوف فيها حل. وكمان بيخلينا على التاثير برضو على التركيز بطريقه كبيره جدا، لان المواقع الانترنت بتعرض مواقع كتيره بطرق مختلفه وبتاع، فانت تلاقي مش عارفه المعلومات دي صح ولا غلط، تلاقي بقى نفسك عماله تشتتي، وفي ناس بقى بتعمل شير لكل حاجه، تلاقي شيء لا طب الموضوع ده صح ولا ايه اللي بيحصل صح، ولا مجرد ما انا بفتح الفيس لا ده في حاجات كتير، لا ده انا عامل شير 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 لكل حاجه عندي، اعمل لها شير وكومنت على طول، ما بعملش حاجه غير كده. وكمان بيخلينا نميل للعزله والوحده. وكمان بيخلي الاسره متفككه، يعني ممكن نبقى كذا فرد في الاسره وكل واحد في عالم تاني خالص، ما نبقاش متواصلين مع بعض الا عن طريق الانترنت. احنا اوقات كتير، وده بيحصل حاليا عندنا وعند اي حد، ان انا لو جالي ضيف مثلا هو بيدخل، انا بسلم على الضيف اللي موجود، الضيف قاعد ماسك موبايله وانا قاعد ماسك موبايلي. طب انت جاي ليه؟ طيب لما انت جاي قاعد عندنا وجاي ان انا جاي زياره وخلاص، وان انا ماسك الموبايل وقاعد ببص فيه، ايه ده؟ طب ليه؟ طب ما تخليك في بيتك احسن، ما تجيش. بالظبط. فاصلا طبعا على كل حاجه، وكمان زود نسبه التنمر جدا. فدلوقتي يعني دي حاجه طبعا تمر على النت، وتلاقي ناس هارد هايصه اللي هو تمام تخش تتكلم معايا، ولا طب يعني ايه الشخص، تلاقي مندفع اللي هو انا مالي في ايه، حتى لو هو كان اللي بيتكلموا فيه ده جدا، حتى لو كانوا بيتكلموا فيه ده صح ولا غلط. يعني انا لو مثلا لو الحاجه اللي انا بعملها دي صح وهم شايفينها ان مجرد ما كان جه عليها كومنتات وشير ولايك وبصي خلاص الدنيا بقت تمام، كله بقى دايس في الموضوع، ما فيش مشكله في الحوار ده خالص اطلاقا. وكمان بيؤدي لأمراض وبيدور الحالة الصحية، ومن الأمراض دي السمنة المفرطة وتصلب العمود الفقري وبيأثر على البصر. ايوه بيأثر على حاجات كتير، في ناس كتير من كتر القعده بتاكل وقاعده ما بتتحركش، فده بيسبب لها زياده في الوزن زي ما انت قلتي والسمنه، فبتضطر بقى بعد كده ان هي تلجا لعمليات جراحيه. وممكن ناس بتجي لها حاله اكتئاب وممكن تنتحر، ممكن تتكلم في اي حاجه تانية، وبيؤدي لمشاكل نفسيه كتير، وبيخلينا عندنا كسل وان احنا ما بنتحركش كتير. خمول، انا قاعده في مكاني ما بتحركش، بسبب نسبه خمول كبيره جدا. ايوه
هذا لو انت مش عارفه. طب يعني وبالذات كمان الرسائل اللي بتجيلك فجاه دي، لو انت عايزه تشوفي ايه اللي بيحصل فتمسكي المضطره ان انت تمسكي الموبايل اصلا وتبصي بقى تلاقي في 100,000 يعني كذا حد بيتكلم معاكي وكذا حد بيبعت رساله. طب انت مش عارفه تودي على مين وتسيبي مين. طب انا هرد على ده هيزعل، ولو ما ردش ده مش بتضطري ان انت ماسكه الموبايل على طول طول الوقت، وطبعا ده بيضيع منك حاجات كتير جدا وبيضيع يومك والوقت طبعا مش بيتظبط بسبب الحاجات دي. وكمان في بعض الاشخاص بيسعوا لنشر الشائعات والافكار الخاطئه عشان يحققوا اغراض معينه لديهم. وطبعا الشائعات دي بتضر بالطرف الاخر وبتسبب ليهم اضرار ماديه واضرار معنويه. ده اللي هو في ناس دلوقتي بتسميه اللي هو ما يسمى حاليا الجرائم الالكترونيه. ديت اللي في بعض الحكومه والشركات المتخصصه في كده ان هم بيتخصصوا في الحاجات دي عشان يقللوها او عشان يقضوا عليها وكده، لان في ناس بتدخل زي نظام هاكر او زي نظام فيك ويدخلوا يسرقوا مثلا معلومات بنوك، معلومات من الشركات المهمه، حاجات زي كده. فده طبعا بيأثر علينا احنا وبيأثر على الناس والشركات والبنات بتاعتهم. بيأثر كل حاجه فعلا. كمان اثرت على اللغه بطريقه كبيره جدا. احنا دلوقتي بنتكلم مثلا بالفرانكو او بالاختصارات وكده، فطبعا اثر على اللغه جدا. ايوه اللي هو قشطه وهاي ومش عارف ايه والكلام اللي ملوش لازمه ده. ان طبعا ان الدول الاجنبيه معتزه باللغه بتاعتها جدا، ما بتتكلمش اي لغه. يعني مثلا اللي بيتكلموا لغه بتتكلم انجليش ما بيتكلموش غير انجليش بس. انما احنا اللغه بتاعتنا اللغه العربيه دي ما عادش موجوده السنه. أيوة. دي لو هتجيبي حد يتكلم لغه عربيه فصحى حاليا ده بيبقى 1% ما بيبقاش. أيوة. موجود، لان اللغه اصلا بتبتدي تدريجيا ان هي بتبتدي خلاص يعني تنقرض. احنا ما بنتكلمش بيها فازاي هنفتكرها؟ ايوه خالص. كمان بيأثر على كل حاجة في حياتنا، على نجاحنا وعلى شغلنا وعلى كل حاجة في حياتنا. وبيأثر برضه على نسبة الإبداع. لو أنت قاعدة طول النت فطبعا مش هتلاقي نفسك بتفكري أو تعملي حاجة مفيدة، فتلاقي نفسك دايما يعني بتعملي حاجة مفيدة. ويعني مع إنك لو سبتي الموبايل هتلاقي إن أنت مثلا تطلعي حاجاتك أو موهبتك. أيوة. وهتعملي حاجة مفيدة وكده. في ناس كتير قوي تبقى موهوبة عندها مثلا موهبة إلقاء الشعر، التأليف، الكتابة. ده لو هي ما معهاش موبايل أو ما بتديش وقتها الكامل للموبايل والتليفون النت تماما فهي هتبدع وهتعمل حاجات كويسة. إنما أنا لا خلاص الحاجة دي عادي مش مشكلة. لا بس في ناس برضو اللي هي بتمسك الموبايل عشان تعمل أصلا حاجة مفيدة أو كده، لكن في ناس لو قاعدة وخلاص. وأوقات الموبايل لما بنمسكه وإحنا ماسكين الموبايل، طب إحنا هندخل مثلا على كتاب كذا نقراه، طب هندخل مش عارفة نجيب إيه من على النت نتصفح عليه، لا طب ده اللعبه دي حلوه، لا طب انا هشوف الفيديو بس اللي على النت ده، هشوف الفيديو ده بس وهخلص وهخش اعمل اللي كنت داخله اكمله اساسا. كمان بيأثر على كل حاجه في الجسم، بيأثر على انتباهنا وتركيزنا وبيشتت ذهننا بيدمر الصحه تماما. وطبعا احنا لازم يعني نتكلم في حاجات كتير وحاجات مهمه، وما ينفعش ان احنا نفضل كده يعني، لازم نغير من نفسنا شويه حتى عشان نبقى حاجه كويسه. بالظبط. للاسف وقتنا بينتهي بسرعه جدا، بس عايزين نقول شويه نصايح يعني نعمل ايه عشان نقلل المخاطر دي. او طبعا لازم نحدد وقت معين. اولا لازم نكون مخلصين كل ورانا، مخلصين مذاكرتنا، مخلصين كل الحاجات اللي ورانا. مثلا نقعد على ساعه او ساعتين في اليوم على الموبايل، ما نزودش عن كده. نحدد وقت معين، او يعني في يوم الجمعه مثلا انا خلاص هرجع على كل اللي ورايا وهخلص وهقعد بقى فاضي ما عنديش حاجه، انا خلاص انا كده خلصت وقتي هقعد بقى اشوف الموبايل عايز ايه. ايوه. ان احنا كمان ننظم وقتنا ونخفف من عدد ساعات الانترنت، وننظم مواعيد النوم، وان احنا كمان نستخدم الانترنت ده في حاجه مفيده في معلومات مثلا زي مجال الدراسه والابحاث، اننا نكتشف معلومات جديده، نتعلم فن الشراء والبيع. هو لما اتعمل اساسا النت كان معمول عشان يتعمل منه حاجات مفيده، بس احنا بنستخدمه غلط. وطبعا احنا الحلقه بتاعتنا خلصت بسرعه جدا. كان نفسنا نطول معاكم اكتر من كده. طبعا بشكر زمايلي اللي كانوا معايا في الاستوديو، بشكرك جدا يا رهف، بشكرك جدا يا ندى. ايوه بس الحقيقه برضو بس عايزه اقول حاجه في الاخر، اللي هو برضو لازم يعني شويه نصايح كمان، اللي هو يعني نحاول برضو نعمل نوتيفيكيشن مثلا نقفلها او نقلل شويه. تمام. اللي هو عشان مثلا لما تسيب الموبايل ما تلاقيش حاجه بتمسكك انك تروحي تمسكيها، فصوت الرسائل فعلا اللي هو بتخليكي زي الرسائل اللي بتيجي من اليوتيوب وكده اتفرج على الفيديو مش عارفه ايه، لازم نقلل الوقت شويه. صح، انت عندك حق. تمام. ونعمل حاجات برضو يعني نحاول نعمل حاجات مفيده عشان نقلل من عشان ما نضرش نفسنا وما نضرش المجتمع، ونتقدم ونتطور في المجتمع بتاعنا ونبقى في مكانه كويسه. بتحبي تقولي اي حاجه في الاخر؟ بشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده في الاستوديو، وطبعا وقتنا خلص بسرعه. نشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم نيل اليوم، وشكرا الى اللقاء. شكرا لك.